الوراثة والتحسين الوراثي. أي صفة من صفات الكائن الحي هي عبارة عن تفاعل بين الجينات والبيئة اللي بيعيش فيها ذلك الكائن، وجميع الحيوانات بتتأقلم مع البيئة، وإغفال أي دور للعامل الوراثي والبيئة بيؤثر على إنتاج القطيع. فالوراثة تعتمد على الجينات التي تحمل الصفات الوراثية الاقتصائدية. دكتور أحمد الفولي، برحب بحضرتك. أهلا بيك فندم. دكتور أحمد، هل القطيع أو الأغنام بصورة عامة في مصر تحتاج إلى تحسين وراثي؟ تحتاج. أولا لما ندخل على عملية التحسين الوراثي، فالتحسين الوراثي في الحيوانات مهم جدا، خصوصا في الحيوانات اللي لها دور كبير في تخزين اللحم، نظرا لأن الإنتاج الحيواني في مصر يعتبر برضو منخفض عن أي دولة من دول العالم الأخرى. وبناء عليه لما ندخل عملية التحسين الوراثي، طبعا أنا بدخل ليه؟ لأن معظم الأصناف اللي عندي أصناف بلدية أو محلية، عشان أدخل عوامل وراثية من الخارج لابد أستورد حاجات من برة يكون فيها مواصفات معينة، خصوصا في تخزين اللحم، وأبدأ أنقل العوامل الوراثية دي من الذكور اللي أنا مستوردها للإناث عن طريق أن أنا هاخد حبوب اللقاح أو الحيوانات المنوية في الليكويد نيتروجين، وأبدأ أعمل عملية التلقيح الصناعي ما بين الذكر والأنثى لنقل الصفات الوراثية من الذكور إلى الإناث. فطبعا عملية تحسين الوراثي في مصر مهمة جدا في الإنتاج الحيواني، قد يكون المشتغلين بها قليلين، ولكن هي مهمة ولا بد من إدخالها، خصوصا في الفترة الجاية عدد السكان بيزيد، النمو بيزيد، محتاجين إلى معدل أفضل في التغذية، فلابد من إدخال عملية تحسين الوراثي في الإنتاج الحيواني. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، أنت في الأغنام دايما أنت بتعمل دورة على المدى الطويل. يعني الدورة بتاعت المدى الطويل دي عبارة عن إيه؟ أنك أنت بتجيب الإناث وتبدأ تربيها، بتديك ذكور وبتديك إناث في الولادات. الذكور هدخلها على التسمين، الإناث بربيها على أساس تبقى أمهات بعد ذلك وتلد، وهكذا العملية تستمر. فلابد من هذا الاتجاه، وخصوصا أن عامة الشعب متوسطة المستوى، مش كل الشعب عالي المستوى ممكن ياخد مثلا حيوان كبير ويتقاسم فيه مع حد تاني، خصوصا في فترة الأضاحي، لكن الشعب برضو متوسط، ولذلك